اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى حقنتكك من عند عمك زقرم لان حاجه هنجح. سلام عليك يا عم زقرم. مرحب يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط بس شايف الوجع؟ وجع وجع وحيت ابوك الحلو كده والله يا بنت هتشكر بذوقي بذوقي عيب وخدها يا حتى 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك انت حي من انا نوتك في ليلتك يا حتى ايه ده ليه؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي امال يعني اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي مش مصدق نفسي يا لمبي خلاص مصدقش كده مش مصدق نفسي يا لمبي خلاص يا مش مصدق نفسي يا لمبي ما خلصت الغباوة مش مصدق نفسي يا لمبي يا ابني خلصت الغباوة مش مخلص الغباوة بتاعت ابوك مش مصدق نفسي يا لمبي هدي المصطبة العروسة مين بقى في التلات موزز دول عشان ما جيش على حق صاحبي يعني الرابعة ياد التلاتة ياد فين ياد التلاتة مين واحدة في التلاتة عني الرابعة يا لمبي الهي دي هي صدق أنا شفت البني آدمين بالظبط ايه لازم انت واخد سنك الصولة دي بحبها يا لمبي بحبها طب خلاص طب خلاص يا ريت انك بتتزفت بتتبعث بس لازم تضمن حقك ايوه طبعا اللي هتقول لي از لا مفيش از لازم تضمن وده واجبي انا عليا كصاحب ها قبل ما يقف الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقي كمبيالات كمبيالات وانا اشتري ثلاجه يا لمبي يا ده افهم يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان انما دي شكلها متخزنه بقى لها كتير ملهاش ورق التمارك مفيش انت ماشي انا بحبها لمبي لو ما خدتهاش هموت نفسي يا ابني انت كده كده متنيل على عينك ميت الله انا عندي تجوز ابن عمك يا اخي ارحم يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير اردف وربنا يسامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك على ايه؟ نعم على ايه على ان شاء الله تجي التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك شكبه وتكتك ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم على ايه يا عم اللحام اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه حادثه قديمه سحبوه من تحت دي جور معلش يا لمبي استحمله استحمله عشان خاطر عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت معلش يا لمبي خلاص انت عبطني ولا ايه؟ يا ده يبقى ده انت بجد تهوي يا لمبي تخص بالك يا عم المرحوم احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في بعض انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع نعم؟ كويس من اي ارتجاع يا عم يلا يا عم يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده مية ده بيحلم وهو قاعد يا عم ده تنفلتك الصعب معلش يا لمبي لمبي وزفت ايه عشان خاطري يا الجوز اللي مش هتسلم يا عم ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي هتخلفه في مفرد الجزمة انت جاي ابنك في قلب انت جاي ابنك في قلب لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة لمبي والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط هاتوه إما سجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك يا لمبي هاتوه والله يا سعادة الضابط مش سامعك والجواز يا لمبي يا عم الجواز ما كانت لازم
تنتهي معايا الصوره دي. الله يخرب بيت ايش يا ابني وانا انت بتصرف كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي إيرلندي. عندك كم سنة؟ مش عارف، بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه ساعتك، وطردني في الشارع برضه غصب وتضر، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده، نزلت على ودن اسنجيت. بقى وضح لو سمحت. وضح اسنجيت يعني اترشيت ساعتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهمن كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا. والدنيا دي يا سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخش في السجن، قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه، وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات، الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كخه، عايزني اطلع طيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمه لا تفيد. واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انت. مسجون بتطلع كده ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس طاية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاية يا مسجون. لسان الطاية؟ لسان الطاية اهو البس طاية. البس طاية اتحرك. كله يتحرك. خلق جديدة موجودة النهاردة، وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي. أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام، صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك، يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسي المساجين الصغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. محترس، محترس مني هتلاقيني بنط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك. هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتوا لي الكلب ده هون على مكتبي. ايه يا عم، انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكرة الجل يا عطري.
تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه. اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. يتوزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعه. وانت يا ابني التواو طبعا ما حدش يدخل. اخر ليله اتبتوها في السجن. يتوزع على عنبر الافراج. يلا.